بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل دلوقتي إن شاء الله بعد ما خلصنا آخر مرة، وكنا خدنا فيها آخر حاجة خدناها الميموري مانجمنت. النهاردة إن شاء الله هناخد البروسيسور مانجمنت وهناخد الكمبيوتر لانجويج. الإيميل بتاعي موجود قدامكم هنا دلوقتي، بحيث لو بعد ما تسمعوا الكلام ده أو تقروه، لو حد عنده استفسار ممكن يبعته على الإيميل ده، ويستحسن لو حد هيبعت حاجة استفسار على الإيميل يكتب تليفونه، بحيث أنا لو لقيت السؤال بتاعك محتاج إني أكلمك شخصيا أنا هكلمك عليه، أو الرد على الإيميل يبقى عملية هرد على الإيميل على حسب طبيعة السؤال وفهمك للموضوع اللي إحنا بتسأل فيه. لما نيجي نبتدي بالبروسيسور مانجمنت، هنقول الفانكشن بتاع البروسيسور مانجمنت 4 فانكشن زي ما قدامنا اهو على طول. كيب تراك ذا ستيتس اوف ايتش بروسيس، يعني بياخد باله من كل البروسيسز اللي موجوده عنده في الميموري شكلها ايه، دي ويتنج، دي ران، دي نيو، دي ريدي، دي هالت، اي حاجه، اي حاله من حالات الستيتس. وبعد كده assign a processor to a process in order to accomplish work. لو البروسيسور عنده وقت فاضي وعندنا في الميموري ready processes موجودة قابلة للتنفيذ، يشتغل مع واحدة منهم. الحاجة الثالثة suspend the running process when it runs out of allocated time or request input output or there's interrupt. يعني لو في بروسيس محتاجة تطبع حاجة أو تدخل معلومة من الانبوت اوتبوت، البروسيسور بيسيبها لغاية ما توفي اللي عليها، تاخد الانبوت اوتبوت أو تطبع الحاجة اللي هتطبعها. البروسيسور بيحدد لكل بروسيس زمن تشتغل فيه. لو الزمن ده عدى بيعمل لها ويتنج علشان ما فيش بروسيس تحتقر السيستم. لو برضو لو حصل انترابت يبقى اذا البروسيسور يعلق البروسيسور. حصل انترابت معناها مثلا كان في مسألة واي تساوي اكس على زد، وزد اللي هي في المقام تحت دي بزيرو، ما ينفعش نقسم على زيرو، يبقى ده في مشكلة، وبالتالي يحولها الى حالة الوي السسبندنج. السسبندنج دي حالة بنسميها حالة الوي، في الانتظار لغاية ما نشوف المشكلة ايه. الحاجة اللي بعدها كوربريت انتر بروسيس كوميونيكيشن، لو في بروسيسز عايزة معلومات من بروسيس تاني، البروسيسور مانجمنت بروجرام هو اللي بينظم عملية تبادل المعلومات بين البرامج وبعضها. دلوقتي البروسيس سكيدولينج، علشان تو اساين فيزيكال بروسيسور تو بروسيس ان اوردر تو اكومبلش ورك، دي عملية بنسميها البروسيس سكيدولينج، عملية ترتيب أو عملية ترتيب البروسيسز، بحيث لو في البروسيسور فاضي وعايز ينفذ برنامج، يبقى إذا فيه جدول قدامه كده في البرامج الجاهزة للتنفيذ يقدر ياخد منها برنامج ينفذه. عملية جدولة البروسيسز اسمها بروسيسور سكيدولينج. قبل ما نشتغل في البروسيسور مانجمنت بروجرام هناخد شوية ترمينولوجيز، شوية تعريفات. التعريف الأول، ما معنى كلمة بروسيس؟ ما معنى كلمة بروسيس؟ البروسيس ليها تعريفين، يا إما البرنامج اللي عليه الدور في التنفيذ يبقى اسمه بروسيس، يا إما الخطوة من البرنامج اللي البروسيسور بينفذ فيها دلوقتي حالا يبقى البروسيس، يا إما شايف مكتوب كلمة أور. الحاجة اللي بعدها على طول البروسيس ستيتس، التعريف اللي بعده البروسيس ستيتس. في أثناء البروسيس أو البرنامج، طبعا البروسيس هو البرنامج اللي قابل للتنفيذ. في أثناء البرنامج أو البروسيس موجودة في الكمبيوتر حالتها بتتغير،
ما بين 5 حالات. الحالة الأولى النيو. النيو عبارة عن البرنامج وأنت لسه مدخله على السيستم، اسمه نيو، البرنامج اللي أنت يا دوب كاتبه على الكمبيوتر ودخل الهارد، يبقى اسمه نيو بروجرام. أول ما البرنامج يتكتب على الهارد ويبقى نيو بروجرام، الأوبريتنج سيستم يستلم البرنامج بقى ويديله حاجة اسمها بروسيس كنترول بلوك. بروسيس كنترول بلوك، البروسيس كنترول بلوك عبارة عن زي ما تقول معلومات عن البرنامج، مساحته قد ايه واسمه ايه وهيتخزن فين وهيتنفذ ازاي، شوية حاجات معلومات عن البرنامج بتتحط في حاجة زي اسمها البروسيس كنترول بلوك. يعني نقدر نقول البروسيس كنترول بلوك بتاع عبارة عن بتاع التعارف للبرنامج جوه الكمبيوتر، زي ما انت لما تكمل سن معين بيطلعوا لك بطاقة رقم قومي، فيها الرقم القومي بتاعك وفيها العنوان وفيها مش عارف ايه وفيها شوية وفيها الوظيفة وما إلى ذلك. دي كلها بالنسبة للبروسيس اسمها البروسيس كنترول بلوك، بيطلعها فاضية بلانك، اهي شايف كلمة بلانك، بروسيس كنترول بلوك، ويتحول من حالة النيو إلى حالة اسمها حالة الريدي، قابل للتشغيل دلوقتي. الحالة اللي بعدها بيتحول من حالة الريدي لحالة الرن. حالة الرن بعد ما خلاص بقى ريدي بيتحط في جدول معين. أول ما البروسيسور يلاقي عنده وقت يسحب برنامج يشتغل معاه، والبرنامج يتحول من حالة الريدي إلى حالة الرن. لو البرنامج اللي في حالة الرن محتاج انبوت اوت او التايم سلايس عدت او في انتربت موجود، بيتحول الى حالة الويت. لو البرنامج ما فيش مشكلة خالص وخلص الرن، بيتحول الى حالة الهالت، والهالت ده البروسيسور هاز terminated and will be destroyed by the operating system. البروسيس ستيتس الجراف بتاعها زي ما قدامنا هنا على طول. النيو هو جاي لسه نيو، اول ما ياخد البروسيس كنترول بلوك يبقى ريدي، بعد ما كان ريدي والبروسيسور عنده وقت بيحوله لحاله الرن، وهو رن لو محتاج اي حاجه بيتحول لحاله الويت، لما يخلص الويت يحول لحاله الريدي تاني، وبعد كده لو فرض ان هو خلص البرنامج خلص يتحول الى حاله الهالت اللي هو الاوبريتنج سيستم بيحاول يمسحه من الرامات ويرجعه تاني للهارد ديسك على أساس إنه يجيب برنامج مكانه يتنفذ. التعريف اللي بعده اسمه مالتي بروجرامينج. التعريف اللي بعده مالتي بروجرامينج. المالتي بروجرامينج معناها the execution of two or more processes by a processor. يبقى بروسيسور واحد وأكتر من برنامج في الميموري. بروسيسور واحد وأكتر من برنامج في الميموري، دي عملية بتسمى مالتي بروجرامينج. التعريف اللي بعد كده اللي احنا هنبقى نحتاجه مالتي بروسيسنج. مالتي بروسيسنج اكتر من برنامج في الميموري واكتر من بروسيسور، اكتر من برنامج بيتنفذه باكتر من بروسيسور. عندي 20 برنامج وعندي الكمبيوتر سيستم فيها 10 بروسيسور، يبقى برامج كتيرة وبروسيسورز كتيرة. السيستم ده بيسمى مالتي بروسيسنج سيستم. مالتي بروسيسنج سيستم. يبقى اذا احنا خدنا شوية تعريفات البروسيس، وخدنا البروسيس ستيتس، وخدنا المالتي بروجرامينج، وخدنا المالتي بروسيسنج. هنبتدي دلوقتي نشوف ازاي ندي للبروسيسور هاو يو كان اساين بروسيس تو بروسيس. عملية إن أعمل assignment لبروسيس تو بروسيسور دي عملية بتسمى البروسيسور سكيديولر. بروسيسور سكيديولينج، البروسيسور سكيديولينج دي في أنواع منها. أول نوع أو ليفل منها، أول ليفل من الليفل ذا هاي ليفل سكيديولينج. الهاي ليفل سكيديولينج كل البرامج اللي داخله على الهارد علشان تشتغل. It determines which program admitted to the system for processing. كل البرامج اللي داخله اول ما كتبتها على الهارد دخلت في طابور او في صف او في جدول اسمه High Level Scheduler. اول ما يدخل في الهاي ليفل سكيدولر، once the admitted to the system, the job become a process.
بروسيس ليه؟ لان خلاص الاوبريتنج سيستم دخل واداله بطاقه التعارف بتاعته اللي هي البروسيس كنترول بلوك. البروسيس كنترول بلوك. الليفل الثاني من سكيدولينج زي ما باين قدامنا اهو على طول، انترميد سكيدولينج. انترميد سكيدولينج وده اكت از ا بفر بتوين ادمشن اوف ذا بروسيس تو ذا سيستم اند اساينينج بروسيس تو ذا سي بي يو. ذيس بروسيس ات ريسبوند to the system load fluctuation by temperature suspending and activating process to achieve smooth system operation. ده زي ما الكلام اللي قدامنا ده بيقول انه ده بيحتفظ بالريسورسز بتاع الكمبيوتر كلها تقدر تشتغل في عملية في تنسيق تام. يبقى اذا لو لقى البرنتر فاضي ما بيطبعش حاجه وفي بروسيسز عايزه تطبع يوديها للبرنتر، لقى ان البروسيسور فاضي وما عندهوش بروسيسز ينفذها يودي للبروسيسور شويه حاجات. زي ادي لك مثال على هذا الموضوع بتاع الانترميديت سكيدولر. لو فرض ان انتوا في بنك، في بنك، البنك ده فيه شبابيك بتدفع وفي موظفين جوه في الخط التاني. لو فرض ان عندك الناس زحمة على الشبابيك عايزة تسحب فلوس وتودع فلوس، مدير البنك يعمل ايه؟ مدير البنك ياخد الموظفين من جوه يحطهم على الشبابيك بحيث ينجز الموضوع. طيب لو فرض ان الشبابيك ما فيش حد لا بيودع ولا بيعمل والناس اللي جوه في الخط التاني اللي جوه اللي احنا مش ما بنشوفهمش عندهم زحمة شغل، يعمل ايه بقى؟ ياخد اتنين من تلاتة من على الشبابيك بتاع الايداع ويدخلهم جوه يشتغلوا مع زمايلهم. يعني بيعمل عملية بالانسنج للسيستم بحيث السيستم يمشي بطريقة صحيحة. ده الانترميز كديولك بيعمل كده، ده الانترميز كديولك بيعمل كده. ات ريسبوند اهو نقراها تاني، ات ريسبوند تو ذا سيستم لودز على حسب احمال السيستم. السيستم لود فلكتويشن، فلكتويشن يعني ايه؟ حاجات بتزيد وحاجات بتقل، حاجات بيبقى عندها زحمه، حاجات ما عندهاش زحمه. باي تمبرري سسبندنج اكتيفيتنج بروسيس تو اتشيف سموث سيستم اوبريشن. الليفل اللي بعده اللي هو اللو ليفل سكيدولينج، وهو ده السكيدولر اللي هو الجدول اللي بيحدد الريدي بروسيسز اللي عايزه تشتغل مع البروسيسور اللي جاهزه تشتغل مع البروسيسور، بحيث لو البروسيسور فاضي يسحب واحده من الجدول ده او من الطابور ده. البروسيسور مانجمنت ده تبع البروسيسور مانجمنت. ذير ار تو وي تو اكومبلش ميكانيزم اوف سكيدولينج. طب السكيدولينج الجداول دي او الطوابير دي او الجداول دي بتترتب ازاي؟ ايوه، each time a process is placed in the ready list, the list is ordered according to some measure by scheduler. ايوه، يبقى اذا اي بروسيس تيجي تتحط في طابور تتحط في ترتيبها تبع معايير عندهم، تبع معايير عندهم، بحيث البروسيس اللي لها أفضلية أعلى هي اللي تبقى في الأول، اللي لها أفضلية أقل تبقى في الآخر، بحيث when the processor has time it runs the first one، ياخد اللي لها أفضلية أعلى. يبقى إذا الطريقة التكنيك الأول، التكنيك الأول ان اي بروسيس تيجي تتحط في ترتيبها بالنسبه للافضليه. طب الافضليه بناء على ايه؟ بناء على شويه معايير الاوبريتنج سيستم بيحطها، بحيث دايما البروسيس اللي في الاول هي اعلى افضليه، البروسيس اللي في الاول هي اعلى افضليه، بحيث لو البروسيسور عنده وقت يسحب اول واحده يتعامل معاها. التكنيك الثاني او الميكانيزم الثاني، the processes are placed in a ready list in any order، في اي ترتيب تيجي تتحط وخلاص مكان اللي عليها الدور. when a process has time it scans the entire list to decide which process run. يبقى اذا اول ما البروسيس يبقى عنده وقت يعمل سكان، يعمل مسح على الليسته اللي موجوده ويختار اعلى واحده منهم.
لما نيجي نقارن بين الطريقتين دول، نقول الطريقة الأولانية ممكن تبقى أفضل ولا الطريقة التانية أفضل؟ الطريقة الأولانية إن كل بروسيس تيجي تدخل على الريدي ليست، الريدي ليست تترتب من الأول وجديد، وده بيضيع وقت. طب الطريقة التانية لا، الليست البروسيس بتتحط في أي ترتيب، وبعد كده لما البروسيسور يجي يشتغل مع واحدة أو يعمل شغل مع برنامج، لازم يعمل سكان على الليست كلها من أولها لآخرها، وبالتالي بيضيع وقت البروسيسور. فالاتنين دول تو تكنيك يستخدمه. ما تقولش الأولانية أفضل من التانية والتانية أفضل من الأولانية، لأنهم زي ما أنت شايف دي مشكلتها في الترتيب ودي مشكلتها في السكانينج. برضو طبعا البروسيسور مانجمنت بروجرام في حاجه اسمها مالتي بروسيسور سيستم، واحنا عرفناها من شويه علشان يسرع تنفيذ البرامج، وعدد البرامج اللي بيتنفذ يبقى كبير في وحده الزمن. عدد البرامج اللي بتتنفذ في وحده الزمن او عدد النتائج اللي بنحصل عليها اسمها الثروبوت. يبقى كلمة ثروبوت معناها عدد النتائج التي نحصل عليها في وحدة الزمن، اللي هو علشان نزود الثروبوت أو نحسنه بيحطه في البروسيسور سيستم المالتي الكمبيوتر سيستم أكتر من بروسيسور. طب الأكتر من بروسيسور هل كلهم يشتغلوا مع زي بعض؟ هل واحد بيشتغل حاجة والتاني يشتغل حاجة تانية؟ وارد، كل الكلام ده وارد، انهم كلهم يبقى زي بعض ما فيش مشكله، كل واحد يشتغل وظيفه والتاني يشتغل وظيفه تانية، واحد ينفذ مجموعه من برامج معينه وواحد ينفذ مجموعه من برامج تانية، او يعملوا كمبيوتر نتورك. يبقى اذا الحالات دي كلها 4 حالات عندنا. يبقى هاف سبيشاليزد فانكشن، يبقى اذا واحد ليه وظيفه مخصوصه، زي واحد يتولى البرينتر والكيبورد الانبوت اوت سيستم على بعضه. Having a sophisticated task، واحد ليه ينفذ بعض البرامج ويسيب بعض البرامج على حسب الكلام ده. بي ايكوال باور، كلهم زي بعض، اي حاجه اي بروسيسور ينفذ اي برنامج عليه الدور، بس اكثر من بروسيسور هيسرعوا الموضوع شويه. الحاجه اللي بعدها بي بارت اوف كمبيوتر نتورك، يعمل شبكه حاسبات، وشبكه الحاسبات دي بتسرع تنفيذ البرامج. يبقى عشان نسرع تنفيذ البرامج بيعملوا سيستم اسمه ايه؟ مالتي بروسيسور سيستم. المالتي بروسيسور سيستم ده ممكن يبقى البروسيسورز اللي جواه يبقى نوع من الـ4 انواع اللي قدامنا: سبيشاليزد فانكشن، سوفيستيكيتد تاسك، اوف ايكوال باور. ايكوال باور معناهم كلهم زي بعض، اي بروسيسور ينفذ اي برنامج. بارت اوف كمبيوتر نتورك، او نعمل شبكه كل برنامج ينفذ حاجة من مجموعة البرامج اللي عندنا، ويتعاونوا مع بعض في الداتا، في أي حاجة، في البريفرالز، في الطباعة، في إدخال المعلومات، ويبقى ده شبكة الحاسبات تقدر تنفذ أكثر من برنامج في وقت واحد وتسرع البرامج. في اكزرسايس قدامنا اهو. الاكزرسايس اللي قدامنا ده على طول على ابتداء، لان احنا خدنا شيت واحد والمفروض تكونوا حلتوه. هو طبعا ما حدش قدم الشيت واحد خالص، بس احنا نبهنا اكتر من مره ان كنتوا تحلوه. يبقى انت عندك شيت واحد اللي هو موجود في المحاضرات اللي فاتت. شيت اتنين ده ابتداء من المحاضره التانية التالتة، المحاضره التالتة على طول، لان المحاضره الاولى والتانية ادينا عليها شيت واحد. اكزرسايز واحد اللي قدامنا ده ابتداء من المحاضرة التانية، ده هتعرف السيستم بروجرام وتقول الكومبوننت بتاعته، ونقول الفانكشن بتاع الاوبريتنج سيستم، والفيلدز اللي الاوبريتنج سيستم بيقدم فيها خدمات للمستخدم. ودخلنا في الميموري مانجمنت، الفيكس سايز بارتيشننج عليه سؤال، الفاريبل سايز بارتيشننج عليه سؤال، وعيوب الفاريبل سايز بارتيشننج، البيجنج تكنيك، الديماند بيجنج. ويبقى ده السؤال لغايه الميموري. الاكزرسايس 2 للدرس اللي احنا لسه واخدينه دلوقتي حالا،
اللي هو البروسيسور مانجمنت، تعريف المالتي بروجرامنج، المالتي بروسيسنج، البروسيس، نرسم البروسيس ستيت دايجرام اللي احنا شفناه لسه دلوقتي، انواع السكيدول والديفرنشيت بين ذيم، الكاتيجوري والبروسيسور، كلام زي ما احنا لسه شارحينه دلوقتي حالا. هتجاوبوا الكلام ده، ولو حد عنده اي استفسار يبعت على الايميل وتكتب تليفونك، بحيث ممكن نبتدي نوضح لك اي حاجة انت عايزها. هندخل بعد كده درس جديد اللي هو الكمبيوتر لانجويجز. كمبيوتر لانجويجز، اللغات الحاسب، هي عبارة عن البرامج اللي احنا بنكتبها. لغات الحاسب عبارة عن مجموعة البرامج اللي احنا بنكتبها. اللغة اللي بنكتب بيها او الاسلوب اللي بنكتب بيه البرنامج اسمه لغة، اسمه لغة الحاسب. يبقى لغة الحاسب والاسلوب اللي احنا بنكتب بيه البرامج زي لغة الكلام. يبقى اذا هو لغة الكلام بتاعتنا عبارة عن ايه؟ هي الحاجة اللي احنا بنقدر نفهم بيها او نعبر بيها عن اللي عندنا. يبقى نقدر نعرف البروجرام سيت اوف انستراكشن، مجموعة اوامر، ريتن تو بيرفورم سبيسيفايد جوب، مجموعة اوامر تكتب للكمبيوتر لتنفيذ مهمة محددة. البرامج اللي تكتب للكمبيوتر فيه 3 مستويات للغات. المستوى الأول ماشين لانجوج، لغة آلة. المستوى الثاني أسمبلي لانجوج. المستوى الثالث هاي ليفل لانجوج. يبقى أنا عندي لكتابة البرامج للكمبيوتر 3 مستويات للكتابة، الماشين لانجوج والأسمبلي لانجوج والهاي ليفل لانجوج. بالنسبة للماشين لانجوج، حتى من اسمها لغة آلة، لغة آلة. طب يبقى الآلة بتفهم إيه؟ دي الكمبيوتر عبارة عن إلكترونيك ديفايس، إلكترونيك ديفايس. طب إلكترونيك ديفايس يفهم إيه؟ يفهم الكهرباء، يفهم 5 فولت وزيرو فولتج، يعني يفهم كهرباء، ما يفهمش كلام. وبالتالي الماشين لانجوج بتكتب بطريقة الكمبيوتر يفهم. بالنسبة لإحنا عشان نكتب الماشين لانجوج، ما بنكتبش بقى 5 فولت وزيرو فولتج والكلام ده كله، بنكتب ال5 فولت كواحد، رقم واحد. يبقى واحد ده معناها نقطة في الميموري عليها 5 فولت، وزيرو معناه إيه؟ معناه نقطة في الميموري عليها 0 فولت. الوحايد والأصفار دي بتتجمع مع بعضها وتتكون حروف، والحروف دي اسمها الباينري كود، اسمها باينري كود. كلمة باينري معناها ثنائي، ثنائي معناها الأشكال اللي تعبر عنها يا إما زيرو فولتج يا إما 5 فولت، اللي هو الزيرو اللي هو الواحد، الزيرو فولتج والخمسة فولت اللي هو الواحد. عشان تكتب برنامج بالكلام ده كله it is difficult. شايف اقرا الحتة دي، it is difficult from the CPU to another different من البروسيسور لانذر. يبقى إذا كل بروسيسور ليه اللغة بتاعته، كل بروسيسور ليه اللغة بتاعته. وبالتالي علشان تكتب برنامج بالاسمبلي بالماشين لانجوج، يبقى لازم تبقى عارف البروسيسور وايه اللغة وايه الكلمات اللي يقدر يفهمها، او ايه الاكواد اللي يقدر يفهمها. فدي طبعا هتبقى عملية صعبة وشقة بالنسبة للمستخدم، لانك انت علشان تكتب برامج بالماشين لانجويج لازم تبقى عارف الآلة وعارف الأوامر اللي الآلة بتفهمها وعارف شوية حاجات كتيرة. وبالتالي هتبقى صعبة جدا. حتى مكتوب هنا it is difficult if not impossible for programmer to write program by this language. يبقى إذا اللانجويج دي مش هناخد فيها حاجة كتير، إلا إن إحنا نعرف إن في لكل بروسيسور ماشين لانجويج، لغة آلة يقدر يفهمها. ولغة الآلة بتتكون من وحايد وأصفار. الوحايد معناها نقط في الميموري في الذاكرة عندها 5 فولت، الزيرو معناها نقطة في الذاكرة عليها 0 فولت. وده الليفل الأول اللي هو الماشين لانجوج. الليفل الثاني في اللغات اسمه الأسمبلي لانجوج. الأسمبلي لانجوج بقى يقدر الناس اللي بتكتب بالاسمبلي لانجوج يقدر يحط للاكواد الجمع مثلا والطرح والضرب والقسمه، يقدر يحط لها مونيمونكس. مونيمونكس يعني اختصارات، بحيث او رموز، بحيث
تعبر عن العملية اللي بتتم. مثلا نكتب رمز ADD يعني اد يعني اجمع، MBY يعني ملتبلاي، مثلا سبتراكت SUB يعني يدي للعمليات الحسابية المختلفة اكواد صغيرة، كلمات صغيرة، وبيبتدي يكتب بالاختصارات دي. يبقى اذا الكتابة سهلت شوية. وفي برنامج اسمه الاسمبلر احنا خدناه في مجموعة برامج السيستم بروجرام، برنامج الاسمبلر. والاسمبلر كان بيحول من ايه؟ من اسمبلي لانجوج الى ماشين لانجوج. يبقى اذا البرنامج اللي انا بكتبه بالاسمبلي لانجوج ممكن يتحول الى ماشين لانجوج باستخدام الاسمبلر، ويبقى انا سهلت على نفسي الكتابة شوية. ان انا بدل ما كنت بكتب وحيد وصفار 5 فولت و0 فولتج، ابتديت اكتب رموز بحيث العملية تبقى سهلة شوية. بعد كده الليفل الثانية، وده برضو من في كتابة البرامج بيبقى صعب ومجهد في كتابة البرامج، لأن لازم تبقى عارف الأكواد المنمونكس بتاع الكلام ده. بس ده ميزة الأسيمبل لانجوج، إنه لا تعتمد على الآلة، لا تعتمد على الآلة. أمال اللي يعتمد على الآلة إيه؟ الكمبيوتر البروسيسور، اللي يعتمد على البروسيسور الماشين لانجوج. يبقى الأسيمبلر بيحول من أسيمبل لانجوج اللي هي رموز الى الماشين لانجوج للاله او للبروسيسور المحدد ده. اللغه اللي بعدها كده او الليفل اللي بعده اسمه هاي ليفل لانجوج. هاي ليفل لانجوج بكتب برامج احنا خدنا زيها في السي دبليو بلس، خدنا برامج في الفيجوال بيزك، خدنا برامج ومو في الجافا هناخد برامج وما الى ذلك يعني. يبقى اذا ده احنا درسنا منه حاجات كتيره لغات، وهتلاقي اللغات السهلة يعني. ما حدش قال ان احنا اتعذبنا واحنا بنكتب برامج بالسي دبل بلس، احنا في في مادة المقدمة او الفيجوال بيزك او ما الى ذلك. يبقى اذا الاوامر بتاعتنا مور انجليش لايك، مور انجليش لايك يعني كلام مفهوم بالنسبة لنا يشبه اللغة الانجليزية بتاعتنا. طبعا الهاي ليفل لانجوج احنا مش درسناها، ما فيش مشكله خالص، درسناها ودرسناها في كورسين، في كورس مقدمه حاسبات درسنا السي دبل بلس، وفي كورس الكورس اللي احنا فيه ده بندرس الفيجوال بي. ويبقى احنا درسنا الهاي ليفل لانجوج. الماشين لانجوج قلنا مش هنشتغل عليه، مش هنشتغل عليها لان صعبه الكتابه. ويبقى ناقصنا علشان نلم بمعلومات عن الكمبيوتر لانجوجز ان نكتب برامج صغيره بالاسمبلي لانجوج. لو عرفنا ان نكتب برامج صغيره بالاسمبلي لانجوج، يبقى انا خدت فكره عن كتابه البرامج بلغتين من لغه من لغات الكمبيوتر، هو الاسمبلي لانجوج ليفل والهاي ليفل لانجوج. لما نبتدي بقى بالاسمبل لانجوج اللي احنا هناخدها بالتفصيل، هنلاقي الاسمبل لانجوج عباره عن مجموعه من الاوامر متركبه على بعضها، كل امر بينفذ حاجه. الامر في الاسمبل لانجوج بيتكون من ثلاث مناطق او 4 مناطق. المنطقه الاولى محطوط فيها الاوبريشن كود اللي هو كود العمليه او الاختصار او الرمز بتاع العمليه اللي بتتم. الكود الثاني او الفيلد الثاني بيبقى فيه الاوبرنز، الاوبرنز اللي هي بتدخل في العمليه الحسابيه. يعني لو نقول ال تساوي اكس زائد واي، يبقى اكس وواي دول اسمهم اوبرنز. وزي ما احنا اخذنا في اول محاضره خالص ما معنى كلمه الاوبرنز والكلام ده كله. وبعد كده الفيلد الثاني بيتخزن فيه الناتج، مكان الناتج، عنوان الناتج اللي هو الريزلت اوبرند ريفرنس. وبعد كده الخطوه اللي بعدها او الفيلد اللي بعده النكست انستراكشن ريفرنس. بعد ما اخلص ده هعمل ايه؟ طبعا دي ممكن دي تتلغى، دي ممكن تتلغى. هتتلغى ليه؟ لانه انا كاتب برنامج اعمل الخطوه الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه. يبقى اذا الخطوه اللي انا عليها الدور، اللي عليها الدور هي التاليه للي انا شغال فيها. يبقى الخطوه اللي بعدها التاليه للي بعدها وما الى ذلك، باعتبار ان البرنامج بيبقى مكتوب بالترتيب. يبقى اذا الريفرنس زي ما مكتوب كده، ذيس ريفرنس كان بي اكسبليستلي نون، معروف ضمنا. لان لو انا بنفذ في الامر نمرة 2 يبقى اللي عليه الدور 3، طب انا بنفذ في 3 اللي عليه الدور 4، انا بنفذ في 4
يبقى اللي عليه الدور 5. يبقى إذا نقدر نقول إن الـ instruction في الـ assembly language بيتكون من 3 فيلد. أدي الفيلد الأول، وأدي الفيلد الثاني، وأدي الفيلد الثالث. 3 فيلد. الفيلد الأول فيه operation code، الفيلد الثاني فيها source operands، الفيلد الثالث فيها result operand directory. طيب السورس اوبرند والريزلت بتتخزن فين؟ يا اما في الميموري، يا اما في الريجستر، يا اما دخلالك من الانبوت ديفايس او الاوتبوت ديفايس، او تطلع الناتج في الاوتبوت ديفايس. يبقى اذا السورس الداتا والنتائج بتيجي منين؟ النتائج يا اما بتيجي الداتا بتيجي يا اما من الميموري او تتخزن في الميموري، او تيجي من الهارد او تتخزن في الهارد. الحاجه الثانيه في السي بي يو ريجستر، زي ما احنا خدنا، مش احنا قلنا في اول محاضره خالص قلنا جوه السي بي يو في جنرال بيربس ريجسترز، يبقى دي بيتخزن فيها داتا. ممكن السورس تدخل من الكيبورد، الارقام بدخلها من الكيبورد، وممكن انا اخزن النتائج في الميموري. يبقى اذا السورس والريزلت اوبرند ليهم ثلاث حتت بيجوا منها، سواء من ميموري او فيرتشوال ميموري، سي بي يو ريجستر، انبوت ديفايسز او اوتبوت ديفايس. بعد كده عندنا الانستراكشنز اللي بتتنفذ في الاسمبلي لانجوج، فئات التنفيذ بتاعتها. اول فئه من فئات الاوامر مجموعه اوامر تختص بالداتا بروسيسنج. يبقى اذا مجموعه الاوامر تختص بالداتا بروسيسنج، اللي هو الجمع والطرح والضرب والاسم واللوجيك اوبريشن وما الى ذلك. يبقى اذا الاول قسم من اقسام او كاتيجوري من الكاتيجوري بتاع الاسمبلي لانجوج انستراكشنز، شويه اوامر يختصوا بالداتا بروسيسنج. داتا بروسيسنج. القسم الثاني اللي هو هيبقى داتا ستورج، تخزين المعلومات في الميموري واسترجاع المعلومات من الميموري، يعني تخزين واسترجاع. طب مجموعة أوامر كمان تختص بإدخال المعلومات من الكيبورد وإخراجها على الشاشة أو برينتر، أو إدخال المعلومات من الماوس، دي اسمها داتا موفمنت انستراكشن. القسم الرابع اسمه كنترول انستراكشن، أوامر تحكم. يبقى إذا مجموعة البرنامج اللي هيتكتب بالأسمبلي لانجوج الأوامر بتاعته تقع من أي من هذه المجموعات، يا إما برامج حسابية أو أوامر حسابية يبقى في الداتا بروسيسنج، يا إما أوامر تخزين واسترجاع معلومات يبقى في الستورج، يا إما أوامر تبعت حاجة أو إدخال حاجة من الكيبورد، تبعت حاجة على البرينتر أو إدخال حاجة من الكيبورد أو من الماوس يبقى الداتا موفمنت، يا إما مجموعة أوامر من أوامر التحكم. النمبر اوف ادس انستراكشن، النمبر اوف ادس انستراكشن، في اوامر بيبقى فيها 1 ادس انستراكشن، في اوامر فيها 2 ادس انستراكشن، في اوامر فيها 3 ادس انستراكشن. وزي ما احنا قلنا شكل الامر كده، الاوبريشن كود والادس فيلد. الادس فيلد ده ممكن يبقى واحد بس، وبالتالي هنشوفه بتاع ايه، ممكن يبقى 2 وهنشوف دول بتوع ايه، ممكن يبقوا 3. يبقى اذا في عندي الادرس فيلد ده ممكن يتقسم بثلاث اقسام او قسمين او قسم. كلمة ثلاث اقسام او قسمين او قسم ده هناخده بالتفصيل واحنا بنكتب البرامج، هنكتبها بالثلاث ادرس انستراكشن فورمات، والتو ادرس انستراكشن فورمات، والوان ادرس انستراكشن فورمات.